في بدايات القرن الـ13 الميلادي، الملك فريدريك الثاني عمل تجربة عجيبة عشان يكتشف أصل اللغات. جاب مجموعة من الأطفال الرضع حديثي الولادة وعزلهم تماماً إلا عن حارس أخرس يغذيهم يومياً. كان عايز يشوف اللغة اللي هينطقوها لوحدهم من غير تدخل المجتمع. المدهش إن الأطفال ماتوا جميعاً رغم الرعاية الغذائية والطبية، ما نطقوش ولا كلمة، وكأن اللغة والكلام غذاء تاني ما نقدرش نعيش من غيره. سيلفي النهاردة مع اللغة اللي بقينا نستخدمها بعد نهاية زمن البي والمومبي، مروراً بزمن الشق ووصولاً لزمن يا نجم على وضعك. اللهجة المصرية بقت بتعاني من قلة عدم التقدير على رأي أخونا شطة. اللغة العنيفة والعجيبة اللي الناس بتستخدمها على شبكات التواصل، والألفاظ العجيبة اللي في أغاني المهرجانات والمواصلات العامة تحسسك أننا قدام شعب الواقع. ده غير طبعاً كلام الإنجليزي اللي بتحشره بقية الطبقات في كلامها، يحسسك أن الإنجليز لسه في مصر. اللغة بقت مش ممسوكة كده، لا هي عربي ولا هي فرنجي. أول لغة مصابة بالحول في التاريخ، ولو عملت كوكتيل بين اللهجتين غالباً بعد الشر عنا وعن الجميع هيجيلك تخلف عقلي. عن نفسي لما بكلم مع ابني أحاول يعني أن أنا أكون أب كول وكده ومتواكب. أنا قلت كول؟ يلا معلش بحكم التعود أحاول أكون أب كول ومتواكب مع العصر. يا دي النيلة، إيه متواكب دي؟ المهم يعني بيفاجئني الواد بقى في كل حوار بكلام جديد، بيخليني كل ما بقى هعمل زي يحيى الفخراني في فيلم الكيف وغني بصوت عالي وتعلمت اللغة وتعلمت اللغة، بعمل مشهد تاني بتاع الإدمان وهو بيضرب الحقن. الله، صحيح من حق كل جيل يبقى عنده مفرداته، بس راعوا انها تفضل شوية مفردات مش تغيير كامل كده يحسس الأجيال التانية بالغربة. ده حتى المعلم كونفوشيوس قال لو ملكت الصين أول حاجة هصلحها اللغة، لأن اللغة لو باظت هيبوظ الفن والأخلاق، ولو دول باظوا هتروح العدالة وينتشر الفساد. بس غالباً أخونا كونفوشيوس نفسه لو جه مصر اليومين دول هيعملوا له أغنية مهرجانات بتقول أنا من الصين يا شباب عبدين، هتجيلي شمال هتشوفني يمين.